مصر من برنامج مساء مصر. النهاردة هنتكلم عن الجزء الاقتصادي اللي يخص مصر في قلب مساء مصر في حاجات كلها منفذة على بعضها. لو اتكلمنا عن خبر عن القطاع العقاري هتلاقوه مؤثر على كل حاجة، لو اتكلمنا عن سعر الصرف والعملة مؤثرة، لو اتكلمنا عن الجزء المصرفي، لو اتكلمنا عن التأمينات، وده محور حلقتنا النهاردة. النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة عملت بوم اليومين اللي فاتوا، وهو استحواذ بنك أبو ظبي الأول مصر على بنك عودة. كان الاندماج أول امبارح، والنهاردة برضو هنتكلم عن قطاع التأمين وتأثيره على الاقتصاد وتأثيره في ظل تغيير المناخ. وهنتكلم برضو عن أهم نقطة حصلت امبارح كلنا صحينا من النوم عليها، وهي ارتفاع سعر الحديد 2000 جنيه في الطن، وتأثيره إيه على القطاع العقاري، وتأثيره إيه على باقي القطاعات. هي جزء صغير بيدخل في محور، والمحور بيدخل في قطاع، والقطاع بيأثر على باقي القطاعات، وباقي القطاعات بتؤثر معانا على التصدير، وخصوصا إن إحنا بنتكلم في ملف تصدير العقارات، فكلها منفذة على بعضها. أنا معايا أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، هيكلمنا عن سعر الحديد ليه زاد وتأثيره إيه على القطاع العقاري، وهل ليه تأثير آخر ولا لأ؟ أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أولا إحنا محتاجين نعرف طن الحديد اللي كلنا مبارح صحينا عليه لقينا إن فيه زيادة في الطن 2000 جنيه، هل ده مؤثر على القطاع العقاري ولا مش مؤثر؟ أكيد طبيعي إنه هيأثر وهيرفع أسعار العقارات، لأن في زيادة في التكلفة، فبالتالي هيبقى في زيادة في أسعار العقار. طيب ده تأثيره ايه متتالي على القطاع العقاري وترويج القطاع العقاري بعد كده؟ يعني احنا عارفين ان احنا في ارتفاع في سعر العقار جامد، وبدأ يحصل شكوى داخل السوق المحلي في قلة المبيعات، لما يزيد الاسعار اكتر ايه اللي بيحصل؟ طب يدي طبعا حالة للركود، ما نقدرش ان احنا نصدر العقار لان في زيادة في التكلفة، وبالتالي في زيادة في سعره. ما كانش المفروض ان تبقى الزياده دي مره واحده، انها زياده غير مبرره. احنا ما حدش لسه استورد الحديد بالسعر او خامات الحديد بالسعر الجديد، خامات الحديد بتنزل بره في نفس الوقت هنا اسعارها بترتفع، فكان المفروض ان يبقى الانخفاض الخامات اللي حصل بره يستوعب زياده الدولار، ولكن فوجئنا جميعا ان الشركات كلها زودت تقريبا حوالي 2000 جنيه جماعة دي مرة واحدة، ودي نقطة طبعا محتاجة لتحقيق، لان ما ينفعش يبقى في سعر او زيادة موحدة لجميع الشركات في وقت واحد، وكل اتفق عليه للقانون. انا هسأل حضرتك سؤال، هو الزيادة حصلت نتيجة اختلاف سعر العملة وزيادة سعر العملة، ولا نقص الحديد في السوق، ولا احنا ما عندناش الحمد لله نقص الحديد في السوق، ولكن احنا عندنا عدة اسباب. احنا عندنا 4 مصانع متكاملة هم اللي مستحوذين على جزء كبير من السوق. مصانع الدرفالة اللي هي نص متكاملة دي ما بتقدرش تستورد بلت او عندها بلت في المواني نتيجة لعدم توفير البنوك مبالغ دولارية لهذه الاعتمادات، فبالتالي ما فيش منافسة، فالمصانع المتكاملة هي المتحكمة في السوق وهي بتحط السعر اللي هي عايزه، وده في الحقيقة ما كانش وقته خالص ان احنا في هذه الفترة بالذات ان يبقى في زيادة مبالغ فيها بالطريقة دي. يمكن لأول مرة في مصر او في تاريخ مصر يحصل الرقم ده مرة واحدة، المبلغ ده حتى لو في زيادة في التوقيت اللي بتمر به البلد في الوقت الحالي ما كانش يجوز ان ده يحصل، لان احنا كده يعني حاجة غير مفهومة حقيقي واثرت فينا كلنا. يعني حضرتك متوقع مع فتح الاستيراد على طول وان احنا نبدا فعلا نحتك بالعمله مع الاستيراد اللي داخل، هيحصل زياده تانية؟ النهارده لو البنوك وفرت عمله للشركات المصانع الحديد وخاصه مصانع الدرفالة اللي هي بتستورد بلد اللي هم اصلا بنفسهم، النهارده الاسعار هتنخفض، انما النهارده مفيش منافسه. وفي رسم اغراق على استيراد الحديد 25%. فاحنا عندنا 4 شركات هم اللي مستحوذين على الحصة الأكبر في السوق، وهم اللي بيقرروا الأسعار وبيتقبلها المستهلك، لأن ما فيش غيرها. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله لنا بقية عن الحديث في سعر الحديد،
ومن المتحكم في سعر الحديد في السوق، ومن اللي له الحصة الأكبر إنه يتحكم في إن المستهلك هو اللي يدفع ثمن قرارات غير مدروسة، إن سعر الحديد يزيد 2000 جنيه من غير أي حاجة. إحنا حتى لسه ما استخدمناش العملة اللي اتعومت علشان نقول إن في سعر حديد زاد نتيجة صرف العملة، ما حصلش كده. إحنا بالليل نمنا قمنا الصبح لقينا إن القطاع العقاري كله موقف بيع لعدة أسباب، سعر صرف العملة، الحديد سعره زاد، مش عارفين يعملوا إيه، وبندخل قطاع تاني كبير يشمل 90 صناعة تعمل تحتيه في مشكلة. لنا في الحديث بقية ولكن بعد الفاصل. وسمعنا بنفسنا الإحصائيات دلوقتي عن بنك أبو ظبي منذ أن أعلن استحواذه على بنك عودة. النهاردة في تاريخ 1/11/2022 تم الإعلان عن الاندماج بالفعل، وهنعرف باقي التفاصيل مع الأستاذ محمد عباس فايد رئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا. إحنا في البداية حابين نعرف شكل الاندماج عبارة عن إيه؟ إحنا لما قررنا إن إحنا نستحوذ على بنك عودة كانت إيه الأفكار اللي عندنا، أو إيه المعطيات اللي إحنا نقول نختار البنك ده بالذات علشان نستحوذ عليه؟ لا، هي الفكرة الاستحواذ الأول للاندماج بيسبقه استحواذ في الأول، يعني لازم بيحصل استحواذ الأول مؤسسة على مؤسسة ثم بيندمجوا الاثنين مع بعض إذا كانوا بيشتغلوا في نفس النشاط. أبو ظبي الأول، مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات، أكبر بنك في دولة الإمارات، ثاني أكبر بنك في المنطقة، من أكبر 100 بنك في العالم، يعني كان عندها دائما وأبدا يعني نهم أو رغبة في التوسع داخل السوق المصري. بنك أبو ظبي الأول كان بدايته اسمه بنك أبو ظبي الوطني، كان موجود في مصر من سنة 75 وكان عبارة عن فرع لبنك أجنبي. ثم حصل اندماج في الخليج في الإمارات ما بين بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني. تمخض عنها بنك كبير اسمه بنك أبو ظبي الأول. ده كان أول اندماج. ده في الإمارات مش عندنا هنا في مصر. فاسم بنك أبو ظبي الأول ده جه نتيجة اندماج سنة 2017 ما بين بنك أبو ظبي الوطني اللي كان موجود في مصر. كان موجود في مصر تحت مسمى أبو ظبي الوطني وكان عنده 17 فرع موجودين في مصر. في مصر هنا بس. لما حصل الاندماج في الخليج ما بين الخليج الأول وأبو ظبي والوطني تمخض عنها أبو ظبي الأول. أبو ظبي الأول من وقت ما حصل الاندماج في الإمارات تحول اسم الفروع اللي هنا أبو ظبي الوطني إلى أبو ظبي الأول نتيجة الاندماج اللي حصل في الإمارات. ومن هذا التاريخ هم بدأوا يفكروا إزاي إن إحنا نتوسع أكتر داخل السوق المصري وإن إحنا ننتهز أي فرصة للتوسع، إذا كانت فرصة أورجانيك أو إن أورجانيك، يعني توسع نمطي أو توسع غير نمطي. التوسع النمطي إن أنت بتحطي رؤوس أموال وتبتدي تكبري وتبني فروع وتبني كيانات، وده بياخد وقت، دايما التوسع النمطي بياخد وقت بالنسبة لأي استثمار. التوسع الغير نمطي إن أنت تستحوذي على كيان يكون نفس النشاط بتاعك وبالتالي بيديلك
قدرة وبيديلك قوة وبيديلك سايز أو حجم كبير جدا خلال الفترة. في الوقت بتاعه بالظبط. فسنة 2020 ظهرت الفرصة لأبو ظبي الأول هنا في مصر، وكان فرع لبنك أجنبي إن هو يستحوذ على بنك عودة. بنك عودة كان مطروح للبيع من المجموعة اللبنانية اللي كانت بتملك بنك عودة هنا في مصر نتيجة الظروف والأحداث الاقتصادية اللي كانت حصلت في لبنان، فهم كانوا عايزين يبيعوا هذا الاستثمار، ومن هنا كان في رغبة من بائع ومشتري، فمن هنا جاءت الفرصة. ده حد كان يعني متطلع للسوق المصري وعايز ان هو ياخد فيه فرصة، والتاني بيخرج نتيجة ظروف اقتصادية معينة مر بيها، ومن هنا تم الاتفاق وتم الاستحواذ من بنك ابو ظبي الاول في الامارات على بنك عودة في مصر. فبقى عندنا هنا ابو ظبي الاول في الامارات بيملك حاجتين، بيملك ابو ظبي الاول هنا كفرع بنك اجنبي وبيملك بنك عودة في مصر. فالاستحواذ تم، ثم بدأنا شرعنا في الاندماج ما بين ابو ظبي الاول هنا وبين كفرع بنك اجنبي وما بين بنك عودة كشركة مساهمة مصرية. حضرتك قلت ان الاستحواذ على كيان قائم بالفعل بيوفر وقت. طبعا. التكلفة بتكون في الاستحواذ اكتر ولا ان انا اتوسع اكتر؟ التكلفة في الاستحواذ بتكون تكلفة سريعة بتضطري تدفعيها مرة واحدة، لكن في التوسع بتبقى تكلفة تدريجية تمتصيها على مدار وقت. بس كل حاجة لها مزايا وليها عيب. انت عايزة تنتشري بسرعة فهتدفع اكتر، لو انت عايزة تنتشري بالراحة هتدفع اقل. فهي حسب ما انت بصة لإيه يعني، لكن التكلفة ممكن تتوسعي على مدار سنين، لكن ما بتديكيش الحجم، ما بتديكيش الحصة السوقية، ما بتديكيش الانتشار. يعني احنا كان بنك عودة في 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 ترتيبه كان البنك السابع او الثامن على مستوى البنوك الخاصة، لما حصل اندماج مع ابو ظبي قفزنا للمركز الرابع. فانت وفرتي اربع مراكز كان ممكن تقعدي فيهم سنين عشان توصل لهم. فهي كل شيء التكلفة والعائد منه. طب احنا كده بنتكلم في ان قدرة بنك ابو ظبي الاول هي قدرة كبيرة في الاستحواذ، خصوصا ان احنا بنمر بظروف عالميا مش في مصر طبعا. بس اضطرابات، تغيير في سعر الصرف، محدش عارف الاتجاه رايح فين. فايه اللي يخلينا نعمل استحواذ دلوقتي، او ايه الدراسه اللي احنا مشينا عليها ان احنا نعمل استحواذ دلوقتي ونقول لا احنا قادرين نكفر كل المشاكل دي؟ الاستحواذ ده بيبقى قايم على حاجتين: ثقه في السوق اللي انت داخله فيه، ورغبه ان انت تتوسعي في هذا السوق. على فكره الفكره لما جت وتم الاستحواذ كانت في عز الكوفيد، يعني الكوفيد كان العالم بيقفل. يعني كنا سنة 2020 احنا استحوذنا في ابريل 21، سنة 2020 كلها كانت بدأنا المفاوضات، وبعد كده المفاوضات وقفت عشان الكوفيد، وبعدين رجعت تاني. لما فدايما الازمات بتخلق فرص، فأي أزمة بتخلق فرص، هو ده اللي حصل. لما حصلت أزمة للسوق العالمي ده خلقت لهم فرصة ان هم يستحوذوا على الكيان، لان ده كانت الرغبة موجودة. فتم الاستحواذ، ثم تم الاندماج في خلال بقى السنتين من 21 احنا بدأنا الاستحواذ، ثم بدأنا الاندماج القانوني، ثم اندماج الأنظمة. وده المهم اللي احنا بنحتفل بقى بيه النهاردة او بنعلن عنه، ان اندماج الأنظمة ده بيبقى انت خلاص خلصت المرحلة النهائية من الاندماج. ان اندماج الاسم او اندماج المستندات او اندماج القانوني ده بيبقى مسألة ورقيات ومسألة تقييم، لكن اندماج الحقيقي هو اندماج النظام واندماج الاشخاص واندماج العملاء واندماج كل حاجة ببعضها، فخلاص بقت كيان واحد. في نيتنا ان احنا نستحوذ، خصوصا ان احنا يعني العالم كله لسه بيعاني من ازمات. أمين. وقلت لي ان الازمة بتخلق فرصة، انتوا بتمسكوا الفرصة من الازمة في ظل الازمات اللي العالم بيمر بيها. ناويين في الفترة اللي جاية انكم تستحوذوا على بنك تاني، او في مخططاتكم؟ بص يعني التوسع دايما ده لو حد بيبقى راغب دايما ان هو يكبر لازم يستمر بالتفكير بنفس الطريقة، انه يكبر نمطي او غير نمطي. بس كل حاجة زي ما احنا قلنا في الاول ليها تكلفة وليها وقت وامتى. العمليات الاستحواذات والاندماجات عمليه مش سهله، يعني الناس بتفتكرها ان هي يعني احنا يعني اخذت سنتين عشان تخرج مش سهله، بس لو في القدره يعني في القدره برضو مش قدره ماليه بس، قدره ماليه وقدره اداريه وقدره تنظيميه وقدره على التقييم في الوقت المناسب والدخول في الوقت المناسب. واللي انت بتستحوذي عليه ده هل يتوافق معاكي من حيث الثقافه ومن حيث نوعيه النشاط ومن حيث قاعده العملاء؟ يعني لازم يبقى في نوع من انواع الايه التقارب شويه في الشكل عشان يبقى اندماج ناجح. لكن لو يعني اندماج ما بين مؤسستين مختلفين في الشكل ومختلفين في المعطيات مش لازم يبقوا قريبين شويه من بعض. واحنا كنا محظوظين شويه ان يعني الهيكل العملاء، هيكل نوعيه العميل، نوعيه الاماكن الكاتيجوري اللي بتاعتهم، الكاتيجوريز، السيجمنت، الكالتشر، الموظفين، ثقافه العاملين. خلي بالك اي حاجه في الدنيا احنا في القطاع المصرفي اساسنا الاصول بتاعتنا هي العملاء والموظفين. يعني هي دي الاصول اللي بيبني عليها بنك اي بنك، ان هو يبقى عنده قاعدة موظفين قوية جدا متعلمة جدا عندها قدرة على الخدمة، ان احنا قطاع خدمي.
وفي نفس الوقت نوعية العملاء. فهو احنا قطاع خدمي، فدايما بنبص اهم اصول في المؤسسة هو العميل والزميل اللي بيقولوا يعني. حضرتك كنت ترى ان في بنك عقودة في حاجات او انظمة ماشيين عليها، او كان عندهم سياسة تكاملية ليكم كبنك ابو ظبي الاول، أكيد. ان احنا لما نيجي نندمج بتزود من الفرص عندنا؟ كانوا مميزين جدا في التجزئه المصرفيه في قطاع الافراد. ابو ظبي كان مميز جدا في الكوربريت يعني في قطاع الشركات. فلما الاثنين بيجوا مع بعض فانت كسبتي مره واحده يعني اثنين بزنس لاين. طبعا مهمين جدا، فهم كانوا متميزين في حاجه وفاب متميز في حاجه. لما اتحطت على بعض اصبح الكيان الجديد متميز في الحاجتين، فدي وفرت ان انت تبني هنا لوحدها وتبني ده لوحده. فكان في سينرجيز وفي نوع من انواع يعني الاستفاده ما بين الكيان ده والكيان ده. واحنا لما دمجنا الانظمه احنا دمجنا على نظام بنك عوده، يعني النظام اللي هو السيستم بتاع الكمبيوتر او بتاع السيستم البنكي يعني، باعتبار ان هو كان اكبر حجما وباعتبار ان هو قاعده العملاء بتاعته اكبر. فاحنا دايما يعني بنروح للايه الكيان اللي هو اوريدي مستقر واوريدي عنده قاعده عملاء اكبر، وبالتالي بيبقى الاندماج اسهل لما بتروحي عليه. فلا تكملنا طبعا لان كان كل واحد عنده مزايا وعيوب. الميزه اللي هنا يعني دخلت على العيب اللي هنا، والعيب اللي هنا دخل على الميزه اللي هنا. كان بقول لك في الاخر نوعيه العملاء ونوعيه الموظفين او نوعيه العاملين دي اساس النجاح في اي اندماج. الاصول بتاعتنا او ده البيزك بتاعنا اللي بنشتغل بيه. تشتري اصول او القيمه الحقيقيه، تشتري مباني، تشتري عقارات، تشتري عربيات، تشتري انظمه، لكن صعب قوي تخلقي كيان في قدره بشريه قوي. قادره ان هي تخدم في السوق وقادره ان هي تبقى متعلمه وتقدر تنصت لرغبات العميل. خلي بالك البنوك دايما بتشتغل على الاحتياج. يعني حضرتك السوق بيتطور، احتياجك ايه؟ في مشروع صغير عايز تعمليه البنك بيفكر معاكي، في قرض عايزه تاخديه قرض شخصي البنك بيفكر معاكي، في مشروع كبير البنك برضه بيفكر. فدايما البنوك بتشتغل على نوعيه الاحتياجات العميل واحتياجات السوق، وبالتالي تبتدي نفكر. المنتجات دايما بتيجي بالتطور على فكره، الاحتياج بيخلق الفرصه والفرصه بتخلق تطور. كلنا نعلم ان البنك عقودة فروع كتير في قلب مصر، والبنك ابو ظبي الاول فروع كتير في قلب مصر. بعد الاندماج بقى في تقريبا كم فرع؟ 69 فرع بعد الاندماج. ولسه عندنا جميع الانحاء وجميع القرى. مش كله طبعا، مش قرى طبعا، احنا متواجدين في بعض المدن الرئيسيه. في بعض المدن الرئيسيه لسه يعني هنستكملها السنه الجايه. في 9 فروع داخلين السنه الجايه ان شاء الله. ومع ذلك وبعد كده 10 وبعد كده 10 في التوسع. فاحنا عندنا توسع جغرافي في الانتشار على مستوى الفيزيكال برانشز، وعندنا توسع من خلال التكنولوجيا الماليه بقى، ان احنا نوصل بقى للعميل من خلال الموبايل بانكينج، من خلال الانترنت بانكينج. يعني النهارده ما شاء الله يعني ثقافه الانترنت وثقافه تطورت. التكنولوجيا تطورت جدا، وخاصه ان يعني المجتمع المصري الديموغرافي او التكوين السكانيه بتاعته 65% منها شباب. فشباب ده يعني مؤهل انه يتعامل مع الميديا ويتعامل مع الانترنت ويتعامل مع التكنولوجيا. ده بالعكس، ده لو ما لقاش الحاجه فيها تكنولوجيا ممكن يبقى يعني مش مبسوط. فالنهارده احنا بقينا بنطور الخدمات دي تتلائم مع الشباب وتتلائم مع اتجاه المجتمع، اتجاه الترند. وظهرت في الكوفيد لما قفلنا البنوك فتره كله نتيجه تعمل اونلاين بانك، كله تعمل اونلاين. فلو ما كانش فيه الاونلاين ودي اللي شجعت الناس اكتر ان هي بالزبط. حتى بعد ما عدينا من وبعد ما الدنيا رجعت بقت الناس تعتمد على الاونلاين. فالفروع الفيزيكال او التواجد الفرع كفرع ما بيغنيش عن ده وده ما بيغنيش عن ده، بس الوسائل الالكترونيه بتديك انتشار سريع جدا غير الفرق دلوقتي. النهارده برضو مع الوقت والحياه وظروف العمل مش كل واحد بينزل يروح البنك ويرجع من البنك، بيضيع يوم يعني الحقيقة. فسهل قوي يخش يشتغل على حساباته ويعمل تحويلات. والنهارده بقى البنك المركزي كمان عامل زي بلاتفورم او عامل منصه للدفع بين البنوك وبعضها، يعني في ابلكيشنز كتير وتطبيقات من خلالها انا احولك وانت في بنكك وانت تحولي لي وانا في بنكي. يعني مش لازم بقى نروح البنك مع بعض ون اخد المشوار لغايه البنك. الزحمه اللي كنا بنشوفها بتوفر على فكره كتير جدا، تكلفه وبنزين ووقت. انا بقى بركز على الوقت عشان عامل مهم جدا في الاقتصاد، ده اهم حاجه. ده يعني وكل ما قللنا عنصر الوقت وانجزنا في المده القصيره انجازات اكتر، كل ما حجمنا اتحسن وكل ما وضعنا اتحسن. احنا فعلا بنضيع وقت كتير جدا في الانتقال. استاذ محمد، القيمه السوقيه لبنك ابو ظبي الاول بقت قد ايه تقريبا بعد الاستحواذ او بعد الاندماج؟ لا، هو بعد الاندماج احنا حقوق الملكيه بنسميها حقوق الملكيه البنك ابو ظبي الاول في مصر بقت حوالي 22 مليار جنيه. دي بتدينا يعني اريحيه ان احنا نقدر نسلف لغايه 5 مليار للمجموعه الواحده او العميل الواحد حسب القواعد.
احنا حجم رأس المال بقى ما شاء الله يعني كويس جدا، ما شاء وحجم الله. رأس المال بقى بالدولار، لان هو برضو في جزء كبير جدا منه بالدولار، فده برضو مديني اريحية كتيرة جدا في السيولة بالنسبة للدولار. بالنسبة لما تبتدي ان شاء الله المشاريع بقى تيجي تخش البلد الفترة اللي جاية، هيبقى عندي يعني زي ميزة نسبية على الحتة دي. فحجم البنك النهاردة بقى من 22 مليار، ده حجم متطلبات البنك المركزي 5 مليار. فاحنا لما نبقى 22 يعني بنتكلم في 4 أضعاف المطلوب. اتكلمنا عن الاستحواذ، ودي كانت حاجة يعني هي عاملة نقول بوم في السوق المصري. والحاجة اللي بعدها ان انتوا اخترتوا النادي الاهلي تكون رعاة ليه. اشمعنى النادي الاهلي؟ لا او هي ليه يعني؟ طلاقة إرادة، احنا محتاجين ننشر البراند، محتاجين ان احنا نعرف الناس اكتر بيها. درسنا ايه الطرق اللي احنا، فيش مؤسسات كتير جدا بتكو براند مع بعض، يعني انت ممكن تعملي كو براند مع مؤسسة ومؤسسة تستفيد معاك. احنا لقينا في النادي الاهلي شريك، يعني شريك جاذب وشريك اصيل بقاله فترة طويلة، شريك له معجبين وله مشجعين كتير وله قاعدة اعضاء كتيرة جدا ورقم القاعدة واحد، يعني الكبيرة. قاعدة كبيرة طبعا بلا شك. طلاقة الارادة ان احنا كبنك كبير بيتولد كبير، وهو ككيان عظيم وكبير، فليه ما نعملش شراكة مع بعض؟ احنا من خلالها بنبقى جزء من رعايتهم وجزء من تطويرهم سواء الاستثماري او الرياضي، وهم كمان جزء من انتشارنا. انت برضو لما بتعملي حاجة جديدة انت محتاجة انها تبقى براندنج تتعرف، اكتر. براندنج بالظبط كده. والبراند ده في حد ذاته مع كيان كبير هو هيساعدني، وانا من ناحية الاستثمار ومن ناحية إدارة الاموال اقدر اساعده، ومن ناحية خدمة اعضائه ومعجبينه ومشجعينه اللي هم بيمثلوا القاعدة العريضة يعني في الشعب المصري. فلقيناها فرصة واتفقنا ومشيت يعني. ما لكن هي الاستثمار في المجال الرياضي، يعني احنا لينا اهداف كتير. النادي الاهلي نادي بيخرج ابطال وبيخرج يعني بارعين كتير، احنا مهتمين بالرياضه ومهتمين بالشباب من ضمن استراتيجيتنا، مهتمين بالمراه، مهتمين بالناس اللي هي الرياضه سفير رهيب في العالم، بترفع من شان الدول وبتكبر حجم البلد وبتخلي النظره وبغير مختلفه. ثقافه. يعني ما شاء الله شوفي مثلا يعني محمد صلاح والاداء اللي بيأديه مثلا في مكان كبير زي ده في ليفربول، شوف النهارده العالم بينظر لمصر وللشخص ازاي. فالرياضي القوي وال عايز اقول المؤدي والمنجز بيبقى سفير لبلده. احنا شايفين النادي الاهلي نادي بيخرج ابطال، دعمنا للنادي الاهلي هيخرج ابطال اكتر، فهيحسن شكل مصر اكتر، فهيبتدي مصر تتعرف على الخريطه اكتر، وده اللي احنا عايزينه في جذب استثمارات. يعني انا بفكر فيها مصر لما تتعرف على مستوى العالم الاستثمارات هتيجي اكتر، لان فيها اداء وفيها تطوير وفيها ابطال. حضرتك قلت لي جذب استثمارات لمصر اكتر، قصدك تقصد الاستثمار الاجنبي؟ طبعا. توجه الدوله دلوقتي لتشجيع الاستثمار الاجنبي مظبوط، وتشجيع دور الصناعه وخاصه المشروعات الصغيره، اكيد ان احنا هنبدا بالمحلي الاول. اكيد. لبنك ابو ظبي الاول دور في هذا المهام او في هذا التوجه؟ احنا من ضمن استراتيجيتنا حتى في الائتمان وفي الانشطه احنا بندعم القطاع الصناعي. احنا دايما القطاع الصناعي ده هو الاساس لقطره التنميه زي ما بيقولوا. يعني احنا في المين استراتيجي احنا جايين ننمو وننمي، وهناك فرق بين النمو والتنميه. يعني انت ممكن النمو بس ما فيهوش تنميه حصلت على الارض، وبالتالي احنا دورنا تنموي. احنا مؤمنين جدا ان التنميه جايه من الصناعه وجايه من المصادر اللي مصر فيها ميزه. مصر دولة تقدر تبقى في الصناعة متميزة جدا، تقدر تبقى في السياحة متميزة جدا، تقدر تبقى في الاستثمار الخارجي اللي بيجي على القطاعين دول هياخدوا مننا دعم كبير جدا الفترة اللي جاية. الصناعة بتحد واردات وبتقلل الطلب على العملة الأجنبية اللي احنا بنعاني منها، الصناعة بتخلق منتجات، بتخلق معروض، بتخلق ادوات كتير جدا يقدر من خلالها بتخلق فرص عمل، ودي المهم. طب احنا ليه ما نعمقش الصناعه اكتر ونصنع الخامات دي؟ فالنهارده توجه الدوله زي ما انت شفتي للحد من فاتوره الاستيراد، الفاتوره الاستيراد عماله تزيد كل سنه، ودي مشكله مصر الازليه. يعني احنا بنمشي ورا موضوع العمله والدولار عمال يعلى نتيجه ان احنا حجم الاستيراد بيزيد، فبالتالي طلباتنا بتزيد، وبالتالي الطلب على الدولار بيزيد، وبالتالي سعره بيزيد. طب احنا ازاي نحد ان احنا نبتدي نصنع ايه اللي احنا بنستورده نقدر نصنعه محلي، وازاي نشجع الناس عليه؟ فالطلب يقل فقيمه الجنيه نفسها تتحسن، بتبدا لان انت كل ما بتصدري اكتر للصادرات، كل ما مصر النهارده بتستورد ب 80 مليار 85 مليار وبتصدر ب 33، عندك فجوه 50 مليار تقدري تقلليها ازاي؟ كل ما هتقلليها بمنتج مصري يصدر اكتر بره، كل ما العمله الاجنبيه دخلت البلد اكتر، وبالتالي اقدر استخدمها في اعاده الاستيراد وهكذا. فاحنا عايزين نقلل الفجوه دي،
فاحنا مهتمين جدا بقطاع الصناعه بالنسبه لاستراتيجيتنا، لان هي زي ما قلت لك بتقترن باللي احنا اللي اهدافنا النمو ثم التنميه. ايوه بقول لك لسه احنا مش جايين يعني الاستحواذ ده ما تمش عشان نكبر بس، لا الاستحواذ ده تم عشان ننمي، وده الهدف اللي احنا عايزينه. عايزين ننمي، عايزين ندعم المصنعين، عايزين ندعم المقاولين، عايزين نضمع الانتشار، التنميه نفسها في البلد. هو ده هدف من اساس وجود البنك بحجمه، والنظره الاماراتيه كمستثمر استراتيجي جوه مصر، لا هم شايفين يعني احنا شايفين ان مصر سوق كبير، اي حاجه هتصنعيها سوق 105 مليون، يعني سوق كبير وكله شباب. يعني ايه شباب؟ يعني نيدز، احتياجات. احنا اللي بيتعاملوا على البنوك حاليا دلوقتي تقريبا بقرب 30 مليون صح؟ تقريبا. في خطه جايه بقى من البنك المركزي او من البنوك ان احنا نزود العدد دوت في خلال مده معينه؟ عندنا فرصه كبيره جدا نزوده، وهو ده البوتنشال في اي حد بيجي يستحوذ في مصر، ان عدد السكان كتير قوي، فعنده فرصه لزياده حجم العملاء. فكل ما مستهدفين رقم معين؟ احنا نفسنا والله يعني ان يبقى الانكلوجن نفسه او المتعاملين مع الجهاز المصرفي يبقى 80% زي البلاد المتقدمه 90%. ان شاء الله. فعندنا يعني فرصه كبيره جدا ان احنا ناخد. على فكره البنوك بتساعد الناس على البنك بيكبر العميل، والعميل بيكبر البنك انتر، يعني لما بتعامل معاه بحجم هو بيستفيد وانا بستفيد. البنك بيبقى ليه سبب في ان العميل يكون ليه دور في المجتمع. بالظبط كده. وبالتالي بيرجع تاني للبنك يعمل الدوره بتكبر والعميل بيكبر والبنك بيكبر. بس لان النظريه الانشطاريه دي اللي هي بقى يعني كلنا بنكبر وكلنا بنعظم حجم الاقتصاد، بس يبقى اقتصاد منتج. يعني انا مش هبقى فرحان ان انا اقتصادي 5 تريليون ولا 4 تريليون او 5 تريليون وانا قد ايه منهم منتج وقد ايه منهم استهلاكي. فده نقطه مهمه جدا. يعني عايزه اعرف دور بنك ابو ظبي في مؤتمر المناخ في تشجيع المشروعات الخضراء او التنميه الخضراء اللي احنا المفروض الدوله حاليا بتسعى ليه. ده دور كبير، لان احنا طبعا ليكي شايف اهتمام كبير جدا من العالم بالموضوع ده، والموضوع ده هو المستقبل. كل ما هنعتمد على الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه هو ده الترند، بعد كده مش هتقدري تمولي اي مشروع ملوث للبيئه. فاهتمام العالم كله موجود بدليل المؤتمرات القبس بيحضر فيها على مستوى القيادات السياسيه الاولى. يعني الدعم والتمويل والمسانده لكل المشاريع الخضراء اللي بتؤدي الى زيرو انبعاثات في الاخر. هو ده المهم. ويمكن بنك ابو ظبي الاول في الامارات بحجم كبير، هم احنا يعني راصد اكثر من 75 مليار دولار لتمويل المشاريع اللي هي هتنتج الهيدروجين الاخضر وتنتج الامونيا الخضراء وتنتج كل ما هو طاقه متجدده وطاقه لها علاقه طاقه نظيفه تقدر ان هي تحد من التلوث. احنا في مصر بقى يعني بنطمع ان نبقى لنا جزء كبير جدا. ليه؟ لان مصر ارض خصبه لاقامه المشاريع دي عليها. شفنا حضرتك زي ما هو معلن الصندوق السيادي ماضي مع المصري ماضي مع اتفاقيات كتير جدا مع لاعبين دوليين في موضوع انتاج الهيدروجين الاخضر، ويمكن في مؤتمر الكوب ان شاء الله ينتج عن حاجات تخش في نطاق التنفيذ. فكل المشاريع دي هتحتاج تمويل، وعلى فكره تكلفتها الاستثماريه عاليه جدا. مصر مميزه بان احنا كل الادوات الاساسيه للطاقه النظيفه موجوده، اللي هي بتيجي من الهواء ومن الرياح يعني والشمس والميه، فالتلاته موجودين. فالنهارده مصر بقت جاذبه جدا لاقامه مشاريع الطاقه المتجدده، الطاقه الهيدروجين الاخضر. وبالتالي احنا ابو ظبي باصص للموضوع كحكومه هناك كجزء من العالم اللي فيه التطور والمدنيه لسنه 2050 يبقى العالم كله زيرو انبعاثات، وبالتالي لازم نبدا من دلوقتي عشان نوصل ل 2050 زيرو انبعاثات. هم رصدين مبلغ كبير. انا النهارده كمصر شايف ان مصر بلد خصبه لاستقبال هذه المشاريع بالادله، ان في يعني نهم وفي نوع من انواع الرغبه ابداها مستثمرين كبار، فانا عايز اكون لي جزء من تمويل هذه المشروعات على ارض مصر، لان ده في الاخر يبقى احنا حققت الهدف التنموي، ان انا بنتج هيدروجين وفي نفس الوقت جذبت استثمارات خارجيه وفي نفس الوقت وظفت اموال مرصوده من المجموعه، فهي عباره عن يعني زي ما بيقولوا يعني دايره متكامله ليها اهداف واحده، اهداف تنمويه، اهداف نظيفه. فدورنا في الكوب كبير، هنتعرف على كل اللاعبين الرئيسيين في الموضوع، نشوف الطلب جاي منين، ايه الوسائل اللي احنا ممكن نأهلها لهم هنا ونهيئها لهم ان هم يقيموا مثل هذه المشروعات. ان المشروعات زي ما قلت لحضرتك هي المستقبل وهي الامل. هو العالم كله النهارده تغيير المناخ والانبعاثات مأثر على صحتنا ومأثر على ادائنا ومأثر على انتاجنا. فالعالم كله اول مره على فكره يتحد على حاجه واحده، يعني وهي عالم نظيف خالي من التلوث. سيبك بقى من المؤامرات السياسيه في حاجات، لكن كل العالم
متفق على احنا لازم يعني نكلين الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه، فالعالم متحد فدي فرصتنا. طب احنا عندنا الادوات اللي تساعدنا، لا مصر من الدول اللي فيها الاماكن في شمال غرب خليج السويس اماكن مهيئه لاقامه مثل هذه المشروعات. فاحنا ان شاء الله يبقى لنا فرصه كبيره جدا ودور كبير من خلال المجموعه بالتمويل ومن خلال وجودنا هنا على ارض الواقع بالنسبه لتمويل هذا النوع من المشروع، وهل هيجتذب استثمار اجنبي وهيشغل عماله وهينتج منتج احنا محتاجينه على المدى الطويل بقى، يعني ان شاء الله 50 سنه بقى. احنا بنشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا ليك. وتقدروا ان انتوا تتابعوا بنك ابو ظبي الاول على كل المنصات الخاصه بيهم وعلى الويب سايت وعلى المقرات، تروحوا وتسألوا وإن شاء الله هتلاقوا خدمات كويسة لنا في مساء مصر حديث، ولكن بعد فاصل. رجعنا لقطاع التأمين اللي بيعمل تأمين لحياتنا كلنا، سواء على مستوى الدولة، سواء على مستوى العالم، سواء على مستوانا كأشخاص وكأفراد. لو أنا عايزة أربي طفل ومش عارفة مستقبلي بكرة فين، جايبة عربية ومش عارفة الأوضاع هتبقى ماشية إزاي، خاصة إن إحنا في ظل كل يوم في إنفليشن مفاجئ، في تضخم مفاجئ مش مدروس نتيجة أحداث ليس لها علاقة بيها مصر، أو التضخم مش تضخم محلي، ده تضخم عالمي نتيجة أحداث عالمية بتحصل لنا كلنا مفاجأة. طيب إحنا دلوقتي عندنا لا قدر الله حصل لي أي حاجة في تأمين على الحياة، هل ثقافة التأمين كل الشعب المصري مدركها؟ هل ثقافة التأمين على المستوى الاقتصادي أو مستوى الأفراد أو على مستوى الأعمال على مستوى الأصول، إن أنا أأمن على أصل أنا خايف عليه إن يحصل له أي مشكلة أو أي حاجة، بضاعة مأمنة عليها، هل كلنا لدينا الثقافة سواء داخلين سوق جديد أو إحنا قدام؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في برنامج مساء مصر على تسلسل حلقات بنتكلم فيها عن التأمين. بس قبل ما رحب بضيوفي خلينا نسمع بعض المعلومات عن التأمين بالأرقام ونرجع نرحب بضيوفي. نرحب بضيوفنا أستاذ علاء الزهيري الرئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، وأستاذ خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة مهندس للتأمين. أهلا بحضراتكم. احنا عايزين احنا هنبدأ الأول نتكلم عن التأمين بشكل عام عن الدولة، وبعد كده نبدأ ننزل للأفراد علشان نقدر ان احنا ننشر أو نعمل انتشار لثقافة التأمين، هل هي مهمة ولا لا، سواء أنا مقتدر على قسط إن أنا أطلعه من حياتي أو من ميزانيتي علشان أأمن حاجة في الحياة ولا لا. لو إحنا دلوقتي إحنا داخلين على مؤتمر المناخ، وهو مؤتمر مناخ وفعلا بيحصل تغيير في المناخ في الوقت الحالي سواء على العالم كله أو على مصر، إحنا أول مرة يقابلنا خلال اليومين اللي فاتوا إن إحنا لابسين بنص كم وفي مطر، جو حر وفي مطر، في شمس وفي مطر مع بعض. هل التأمين ليه دور؟ التأمين ليه دور في معالجة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية. الحقيقة اللي بيحصل في السنين اللي فاتت يعني التغيرات المناخية بتحصل بشكل كبير، سواء كان درجات حرارة بتزيد، أمطار غزيرة، فيضانات، جفاف في بعض الدول، حاجات متناقضة مع بعضها، دي الحقيقة كلها أثرت على الاقتصادات بتاعت الدول وبيحصل منها خسائر كتير.
الخسائر دي في جزء منها مؤمن عليه، في جزء مش مؤمن عليه. بالطبع التأمين بيبقى ليه دور كبير لما تكون الخسائر. خليني بس اقول لك على شويه ارقام علشان نشوف حجم او يعني قد ايه الموضوع ده مهم. في ال 10 سنين من 1970 ل 1980 التغيرات المناخيه عملت تعويضات لشركات التأمين تقريبا في حدود 30 مليار دولار. شركات التأمين بتكلم على مستوى العالم كله يعني. في ال 10 سنين اللي هم من 90 ل 2000 التغيرات المناخيه عملت تعويضات وصلت ل 119 مليار دولار، يعني طلعنا من 30 ل 119 مليار. ال 10 سنين الاخرانيين اللي هم من 2010 ل 2020 وصلت التعويضات اللي نتجت عن التغيرات المناخيه على مستوى العالم 226 مليار دولار. فبنتكلم في ارقام تهد اقتصادات دول. لو ما كانش التامين موجود وبيساعد على وجود تغطيات تامينيه لمعالجه هذه الاثار كانت تبقى فعلا خسائر شكلها كبير جدا. من ده احنا الحقيقه يمكن الاتحاد المصري للتامين وشركات التامين المصريه هيبقى لنا دور كبير في مؤتمر قمه المناخ القادم في شرم الشيخ خلال الفتره من 7 ل 18 نوفمبر. احنا الحقيقه عندنا خمسه او سته برزنتيشن هنعملهم، ثلاثه منهم في المنطقه الزرقاء اللي هي المنطقه اللي هي بيبقى الدخول فيها بتصاريح. بنركز فيهم مع بعض الشركاء، عندنا شركاء من الاتحاد الفرنسي للتامين، الاتحاد المغربي للتامين، شركات تامين في فرنسا وفي المانيا، وشركات اعاده تامين، وشركات وسط اعاده تامين سويسرا وفي امريكا. كل الناس دي جايه بالتعاون مع الاتحاد المصري للتامين تتكلم على ايه البروجرامز او البرامج اللي هي بتقدمها واللي ممكن تتقدم عشان نقدم تغطيات وحمايه للاقتصاد القومي واقتصادات العالم حتى في مواجهه الاثار المترتبه على التغيرات المناخيه. ده بيقول ان فعلا في اهتمام كبير جدا من شركات التامين وقطاع التامين بمعالجه هذه الاثار. احنا الحقيقه كمان عندنا توجه ان يكون في شيء تجتمع فيه كل شركات التامين بحيث ان لو حصل تعويضات كتير او خسائر كتير كل الشركات دي مجتمعه تقدر تساهم في الحفاظ على الاقتصاد القومي وعلى الاعمال بتاعت الناس ان احنا نقدم تغطيات. الحقيقه التغطيات دي هتتكلم على الامطار الغزيره، على الفيضانات، على السيول، على الزلازل، على كل ما هو ممكن يدخل تحت كلمه اخطار طبيعيه يعني. فبيحصل النهارده عندنا جفاف، فاحنا بنحاول كمان نتكلم على التامينات الزراعيه وازاي ممكن شركات التامين يكون ليها دور في معالجه الاثار المترتبه على هذا الجفاف. احنا بنتكلم على مصر، لو حصل في جفاف في ارض زراعيه ولا حاجه فنكون مستعدين. الحقيقه حجم اقساط سوق التامين المصري بنتكلم في حوالي 2.8 مليار دولار، يعني تقريبا 49 مليار جنيه. توقعاتنا ان احنا في عندنا حاجه اسمها فجوه تامينيه. يعني ايه فجوه تامينيه؟ يعني الاقساط او اللي هي كان المفروض تغطي خسائر ممكن تحصل ولسه لغايه دلوقتي ما حدش يامن عليها بتقدر بنسبه 100% من حجم الاقساط نفسها، يعني كمان 2.8 مليار دولار. جزء كبير منها جاي منين؟ جاي من عدم التامين على الاخطار الطبيعيه وعلى المحاصيل الزراعيه. لا، عدم وعي او عدم ثقافه التامين هنا موجود عندنا الحقيقه. ده واحد طبعا. الحاجه الثانيه دايما احنا ما بنلجاش للتامين، او يعني الناس بتلجا للتامين في حالتين. الحاله الاولى لما تكون مجبره عليه، يعني حد اشترى مثلا عربيه زي العربيه ومجبر ان البنك قال له لازم تامن، او راح يعمل ياخد كارد في البنك قال له لازم تعمل وثيقه تامين حياه، فهنا الناحيه الاجباريه بتخليه يروح يامن. الحاجه الثانيه لما بتحصل حوادث، وانت ذكرتي في المقدمه بتاعتك الكوفيد، فاحنا حصل لما جه حصل الكوفيد شركات التامين الحقيقه جاوبت بشكل كبير جدا ودفعت تعويضات للناس اللي كانت حصل لها الكوفيد او جالها مرض الكوفيد 19 وعالجتها على حساب شركات التامين. والوفيات اللي حصلت شركات التامين الحقيقه دفعت لاهالي المتوفين تعويضات كبيره جدا نتيجه الكوفيد، على الرغم من ان اغلب وثائق التامين ما كانتش بتغطي الاوبئه، ما كانتش بتغطي الاوبئه، وما زالت شركات التامين الحقيقه كان ليها دور ايجابي ودفعت هذه التعويضات. فده خلى الناس تشوف لا، طالما ان الشركات وقفت معانا في حاجه زي دي واحنا ممكن يحصل لنا بقى حاجات اكتر من كده، ليه ما نروحش على التامين؟ فالناس بتروح على التامين لما بتحس ان يكون في خطر او لو هي مجبره. هل التامين بيكون ليه دور في هذا الاضطراب الاقتصادي او التغير الاقتصادي، او ان انا مثلا النهارده انا نايم النهارده امبارح في امان الله صاحي الصبح الاقي في تغيير في سعر الصرف مفاجئ بفجوه كبيره بجاب كبيره، لان حتى ما بيطلعش قرش قرش زي زمان لما كنا متعودين، لا ده احنا بقينا نطلع بارقام. هل التامين دور في ان هو يسد الفجوه دي، او
بيستفيد منها يعني احنا عايزين نعرف الناس انا حصل النهارده تغير في سعر الصرف او تعويم للجنيه دور التامين ايه؟ لا هو التامين في حاله التغيرات في سعر الصرف او وجود تضخم في الدوله او في عموما يعني على مستوى العالم بيبقى له دور كبير لان هو الحمايه الرئيسيه للشركات والمصانع واصحاب السيارات واصحاب المنازل وكل الناس اللي هم عندهم تغطيه تامينيه ان هنا هو بيحصل له احيانا ضربات لو حصل له حادث او من هذا القبيل يعني مش هيقدر يعوض يرجع للحاله اللي كان عليها قبل ما كان ما حصل له حادث وبالتالي التضخم خطر كبير جدا هو لازم يحتاط منه بس هو في نفس الحاله لابد ان يكون عليه مسؤوليه مين اللي يحتاط المؤمن عليه اللي هو الناس العاديه ايوه بالظبط كده ان هو يحتاط من هذا الامر ان هو يبتدي يامن بالتامين المنطقي وفقا للمبالغ التامينيه الحقيقيه بعد تاثرها بالتضخم وبعد تاثرها بسعر العمله اللي اتغير في يعني انا مامنه دلوقتي حضرتك بتقول ان انا اامن بالسعر الجديد صح؟ يس يعني انا مامنه بسعر قديم ابتدي اعدل اسعاري ابتدي اعدل الاسعار اللي تتوائم مع الاسعار مع القيم الحقيقيه اللي حصلت للاصل اللي انا بامن عليه بعد التضخم وبعد تغيير سعر الصرف حتى ان انا التامين يقدر ان هو يعوضي في حاله الكارثه او حاله الحادثه يديله المبلغ الحقيقي اللي هو يديله التعويض السليم اللي يخليه يقدر يداوم نشاطه او يرجع لنشاطه من جديد. احنا طبعا في نقاش يعني نقاش ثلاثي يعني انا دلوقتي مامنه على اي حاجه سواء اسيت او سواء على الحياه او اي حاجه بقيمه تامين وليكن هدي عشان نتكلم بالارقام 100,000 جنيه. وحصل النهارده ان في فرق في سعر الصرف فبقت بقى يعني الدولار بقى ب 22 ولا ب 24 وحصل لي النهارده الصبح حصل ان اعلنوا ان سعر الصرف والجنيه اتعوم وتاني يوم حصل لي مشكله. هتحاسب على السعر القديم ولا السعر الجديد؟ يعني انا مأمنه 100% هتحاسب على السعر الجديد ولا السعر القديم؟ لا انا بتحاسب على السعر القديم بس بخضعه لحاجه اسمها قاعده النسبيه لان هنا معايير القياس اختلفت. خدت بالك سيادتك لان يعني الموضوع ده بيتضح اكتر في تامين السيارات. لو حضرتك عندك عربيه وحصل اتكسر فانوس في العربيه. الفانوس ده ثمنه 1000 جنيه قبل التعويم. النهارده بعد التعويم بقى ثمنه 1500. لا بقى ب4 معلش يعني في الكام شهر اللي فاتوا دول بقى ب4 بقى ب4 طيب انا مأمن على العربيه بقسط تامين 5000 جنيه على اساس ان الفانوس ده ثمنه 1000 جنيه. فانا عشان ان انا الفانوس اعوضه بديك انا نسبه من ال 1000 جنيه وفقا للسعر الجديد للفانوس. خدت بال سيادتك؟ الا اذا هو زود مبلغ تامين العربيه وخلاها تتوائم مع السعر الحالي بتاعها. وهنا بيقع دور على الاثنين شركه التامين والعميل في نفس الوقت في حاله اللي هي الافصاح والنصيحه ان انت تقوله لازم تبتدي تغير مبلغ التامين بتاع سيارتك يتوائم مع الاسعار الجديده. النهارده سعر السيارات كله ارتفع بنسبه من 30 ل 40% قطع الغيار ارتفع بنسبه 60% وده واجب او دور على شركات التامين انها تعملها تجاه العملاء بتاعتهم وده حصل بالفعل. الاتحاد المصري للتامين عمل كده، هيئه الرقابه عملت كده، شركات التامين اتبعت نفس النظام مع العملاء في النصيحه ان هم يبتدوا يراجعوا مبالغ تامين الاشياء المؤمن عليها لديهم. طيب انا دلوقتي عايزه احنا عندنا انواع كتير للتامين، عندي تامين حياه صح؟ يعني ممكن تراجعهم انا مش ملمه بكل حاجه، بس عندنا تامين حياه الميديكال اللي هو الطبي، تامين مدرسه على الدراسه صح؟ يعني هو التامين بيتقسم جزئين عشان في تامين ممتلكات. لا انا بتكلم على العام اللي هو تأمين بتاع الافراد. تامين الحياه لا الافراد ده حياه، الافراد ده ممكن حياة بس. ممكن يبقى حياه، ممكن يبقى طبي، ممكن يبقى العربيات بتاعتهم، ممكن البيت بتاعهم، يعني كل ما هو متعلق بالفرد او بيمتلكوا الفرد ممكن يتامن عليه. ايوه انا بتكلم في الجزئيه دي عشان عايزه اوجه رساله بس للافراد. هل كل الناس في حياتها هتضطر ان هي تحتاج للتامين؟ هو في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها والتغيرات المفاجئه اللي احنا بنمر بيها ومن غير تغيرات، يعني خلينا نتكلم، الناس ممكن تكون ما بتخرجش من بيتها ويحصل لها حوادث. صحيح. يعني ممكن واحد في بيته يحصل له حادثه في البيت. فالحقيقه الموضوع مش مرتبط بالتغيرات بس، التامين بمنتهى البساطه هو
بيتعامل مع حاجه بنسميها اخطار. كلنا معرضين للاخطار من اول واحد بيصحى لغايه ما بينزل وبيرجع بيته تاني. كل السايكل دي فيها اخطار، خطر وهو بيتحرك، خطر وهو راكب عربيته، خطر وهو قاعد في مكتبه، خطر وهو ماشي على رجليه، دخل سينما، دخل يتفرج على ماتش، كل الحياه بتاعته ممكن يحصل له فيها حوادث، ممكن يحصل له فيها اخطار، سواء لعربيته لشخصه ولممتلكاته. فكلنا معرضين للاخطار. احنا كشركات تامين دورنا ايه؟ ان احنا ناخد الخطر ده من الاشخاص واحنا اللي نشيله، في المقابل بناخد قدامه حاجه بنسميها قسط التامين. بحيث ان انا باخد منك قسط تامين، لما يحصل لك الخطر ده انا بدفع لك التعويض. فاحنا حياتنا كلها معرضه للاخطار، ممتلكاتنا وحياتنا. فالطبيعي ان انا ما استناش لما يحصل كارثه زي ما احنا اتكلمنا على كوفيد، زي ما اتكلمنا على الاخطار التغيرات المناخيه، وبعد كده افكر ان انا امن. هو المفروض العكس، المفروض ان انا امن عشان لما تحصل حاجه انا اخد التعويض بتاعي. ومش بالضروري ان كلنا لما نامن يحصل لنا كلنا حاجات، لان التامين قايم كمان على حاجه احنا بنسميها قانون الاعداد الكبير. يعني كلنا بندفع علشان واحد ياخد تعويض او اثنين او 10 او 100. فهي الحقيقه ممكن الواحد يقعد سنين بيامن على عربيته ما يحصلهاش حاجه، وده كويس. على عربيته ما يحصلهاش حاجه مش بيرجع التامين تاني؟ لا خلاص، ما هو هو لكن انواع التامين التانيه ما استخدمهاش. احنا عشان برضو يعني الناس تبقى عارفه، انت عارف الجنيه دلوقتي بقى مهم قوي. ما استخدمتش ان انا مثلا اعيا وربنا يحافظ على الناس كلها، كويس. هل في مبلغ بيرد بعد فتره معينه، مده زمنيه معينه؟ لا، في التامين الطبي مثلا، يعني انت النهارده عملت تامين طبي والحمد لله ما حصلكيش حاجه، ما استخدمتوش. فكويس، زيه زي العربيه. بالظبط، يعني انا في الاخر في حد تاني استخدم. في حد تاني استخدم، فيعني ما هو انت مثلا مشاركه، في مشاركه. بالظبط، انت بتدفع مثلا 3000 جنيه وبتقدري تتعالجي لغايه 100000 جنيه مثلا يعني. فالثلاثة قدام المية ولا حاجة، مش كده؟ أنا دفعت ثلاثة وخدت علاج ب 100000. أنا ممكن دفعت ثلاثة ما خدتش حاجة خالص، وواحد تاني دفع ثلاثة وخد العلاج ب 100. فالحقيقة كلنا بنشترك عشان مش منطقي إن كلنا هنعيش من غير ما نخش مستشفى، يعني يعني إن شاء الله ما يحصلش حاجة، لكن كلنا بنساهم للشخص اللي خد ال 100 ده. فهو ده التأمين قايم على كده، التأمين قايم على كده. لكن موضوع إن الواحد يسترد فلوسه ده، في حاجات تانية أنواع تأمين بقى، تأمين الحياة مثلا. تأمين الحياة بيبقى معروف إن أنا في وثائق تأمين، انا بدفع القسط بتاعي، ولو فضلت على قيد الحياه لمده 20 سنه باخد فلوس المبلغ التامين. لو لا قدر حصلت وفاه، المستفيدين لو جزء المستفيدين حاجات كده، المستفيدين هم اللي بياخدوا الفلوس. فبالاخر في حد بياخد، ده تامين الحياه. فكل نوع من انواع التامين ليه طريقه معينه في هل بتستردي او ما بتسترديش. لو احنا بنتكلم بقى على تامينات الممتلكات، انا عايزه افرق ما بين الممتلكات دي في ظل كوارث طبيعيه، وممتلكات حصلت نتيجة مثلا ماس كهربائي والحاجات اللي احنا دايما بنشوفها والحاجات دي. لو احنا في كوارث طبيعية ومأمن على ممتلكات او بضاعة جوه مخازن او الحاجات دي، بيبقى دور التأمين ايه؟ بيجي يقول دي كوارث طبيعية انا ماليش علاقة بيها، ولا بيشملها؟ طيب، يعني بمنتهى البساطة، هو التأمين قايم على ايه؟ على عقد. عقد التأمين اللي هي وثيقة التأمين. العقد التأمين ده هو العقد اللي بينك وبين شركة التأمين. كل ما هو يتم ذكره في العقد من تغطيات، من حقك تاخديها كتعويضات. يعني لو العقد ده بيقول او الوثيقه التامين بتقول انك انت هتاخدي تعويض لو حصل لك كوارث طبيعيه، لو حصل كوارث طبيعيه هتاخدي فلوس. لو عقد التامين ده بيقول التامين ده لا يغطي كوارث طبيعيه، لو حصل كوارث طبيعيه مش هتاخدي فلوس. فهي بيحصل ايه؟ ان كل خطر بتغطيه او كل نوع انت خايفه منه وبتامني عليه، احنا بناخد قدامه قسط. طالما خدنا قسط لازم ندفع تعويض. لكن لو في خطر انت بتقولي مش هيحصل لي، انا عندي مخزن في صحراء فعم ما يحصل لي حد يخش يسرق، ده في ناس بتفكر كده، فما فيش مشكله ما حدش هيجي لي هنا يخش يسرق، او انا مامن مكاني كويس مش هيحصل حريق، يعني في ناس بتفكر كده. فمش عايز امن حريق، امن بس سطو بس مثلا يعني، او العكس، امن حريق من غير ما امن سطو، او امن حريق سطو مش امن امطار وحصلت امطار والبضاعه دي غرقت، خلاص انت ما خدتيش التغطيه وبالتالي مش تقدري تاخدي التعويض. فهو الفيصل فين؟ ايه اللي اتذكر في العقد؟ اتفاق. انا عارفه ان انتوا بتقولوا لي خلصي، بس هسال الاستاذ خالد اخر سؤال لان فقرتنا خلصت. في حاجه اسمها تامين على الصادرات، يعني انا كنت المفروض مدخل بضاعه والبضاعه قاعده بقالها شهور في المينا ومش عارفين نعمل حاجه، وبخسر وبيتي بيتخرب وبقى في مصانعي او محلاتي او ايا كان، في حاجه اسمها تامين على الصادرات؟ طبعا، ما في، هو ده التامين على الصادرات، على الشحنات الوارده كتامين بحري يعني، او الواردات كمان يعني، الواردات اقصد الواردات. الشحنات الوارده كلها تامين بحري، هي بتبقى المشكله كلها بيبقى في قرارات فوقيه بتتدخل في الموضوع، ولكن التامين بيغطي البضاعه سواء في الميناء او سواء في حاله شحنها من الدوله المصدره
للدولة المستوردة لحين وصولها للمينا ولحين وصولها كمان لمخازن العميل اللي هو هيبيعها او هيتصرف فيها. ده كله ده لو حصل حاجه في المينا او في المكان اللي بتبقى حاطه فيه عجز في المحتويات بتاعتها او في القيمه بتاعتها، حصل لها دامج هو بينقلها من المينا للمخازن، كل ده تامين بيغطي هذه الامور. لا انا عايزه بقى النوع الثاني اللي هو الحاجه موجوده على اراضي المينا بقالها فتره كبيره ادت لخساره رهيبه، هل في حاجه في التامين بتقول ان في مده معينه لو انا الحاجه دي ما دخلتش وادت الى خساره التامين بيشملها؟ ما فيش شك طبعا، يعني هو الاستاذ علاء يقدر يرد عليه احسن. هو الحقيقه اللي بيحصل ايه، التامين البضاعه وهي جايه من بره زي ما الاستاذ خالد قال كده بيتامن عليها تامين بحري. التامين البحري ده بيبقى موجود في وثيقه التامين البحري اللي هي بتامن الرحله من جايه مثلا حاجه جايه من السعوديه لمصر مثلا، طول ما هي جايه في السكه متامن عليها، لما توصل للمخازن بتفضل متامن عليها بكل وثيقه مختلفه. ممكن واحد يقول انا باخد تامين لمده 3 شهور، في ناس مانيه بتاخد مثلا بتمد الثلاثه دول لست شهور. لو عديتي المده دي وحصل حاجه للبضاعه وهي لسه في المخازن في المينا خلاص ما فيش تامين، لكن لو فضلت الناس بتبقى بتمد التامين ده لو حبت تمده او عرفت تمده بتمد التامين ده على البضاعه وهي موجوده في المخازن بتاخد التامين بتاعها لو حصلت حاجه للبضاعه وهي في المخازن. لو ما حصلتش انا عارفه ان احنا خلينا نكمل باقي الحلقه. انا بشكرك بتتكلمي في التركه المعينه ان هو بقاء البضائع في المينا لعدم الافراج عنها لل ايوه دي فتره زمنيه، لو هي داخل الفتره التامينيه فهي مغطاه، لو هي خارج الفتره التامينيه خارج شركه التامين خلاص هي مش مسؤوله لان الفتره التامينيه خلصت، الا اذا العميل عمل اكستنشن ليها او كلام من ده يعني. انا بشكر حضراتكم والله، انا عايز اعرف معلومات اكتر عن التامين ثم منين، وخلصنا خلصنا خلصنا جزء التامين فيه حاجات كتير لا يعلمها الكثير من الناس. في ناس بتفتكر ان الموضوع عادي وسهل وبسيط، يتفاجئوا بكوارث كان نفسهم حد يجي يغطي التامين. مش معنى ان انا قسط التامين اللي انا بدفعه في الميديكال او في الجزء الطبي ان انا اتعالج بيه او في العربيه ان انا لو ما حصلليش حاجه انا التامين راح عليا، لا حضرتك او حضرتك الجزء ده مهم جدا. انت بتبقى عامله 10 سنين 20 سنه، اتولي بني ادم ما دخلش مستشفى في خلال السنه الواحده. لو بتكلم على بضاعه وان انا حد قادر ان انا احمي نفسي واجيب سيكيورتي عملاق واجيب اجهزه وحاجات سمارت مش عارف ايه والحاجات دي، لا يعفي من يحصل لي كوارث لا ماليش علاقه بيها تبدا انها تاثر عليا تخرب بيتي وتقفل مكاني. خلينا نتابع مع بعض التامين تاثيره ايه على الافراد، تاثيره ايه على المجتمع، تاثيره ايه على الصناعات، تاثيره ايه على القطاع العقاري، تاثيره ايه على الاقتصاد المحلي والاقتصاد القومي. ده اللي هنعرفه مع بعض في مساء مصر، لنا في مساء مصر حديث ولكن الحلقه قادمه.